يا هلا ومرحبا بكل اللي تابعنا من أي مكان، وأيضا مرحبا مليون باللي تابعنا من مدينة دبي، هذه دبي، ومرحبا مليون باللي زار دبي. أنا أقول زار دبي لأن عندنا زوار من كل مكان، ولله الحمد مطارات دبي عادت فيها الحركة وعادت فيها الحياة، وعندنا كثير من الاستفسارات والأسئلة حول موضوع حركة السفر والطيران والقدوم إلى دولة الإمارات، وكل هذه بنعرفها من خلال ضيفنا اللي موجود ويانا في هذه الفقرة. أرحب بالسيد محمد المرزوقي وهو رئيس عمليات المبنى في مطارات دبي. يا هلا ومرحبا بك ويانا. مرحبا بكم أخواني، أشكر لكم هاي الاستضافة، لأن الناس عندها وايد استفسارات وايد عندها أسئلة عن المطار وعن السفر، خاصة في الوقت الحالي، وإن شاء الله نقدر نرد على هالاستفسارات والأسئلة إن شاء الله. صحيح، كل تأكيد أتوقع الكل مشتاق للأمانة، يعني أنا ببدأ في كلمة شوق لأن الكل يشتاق أن يكون في مطار دبي، خاصة نتكلم عن مش وجهة خاصة في السفر بس، مطار دبي غير هذا المفهوم، أصبح مطار دبي وجهة للترفيه، للتسوق، للشوبينج. يعني إحنا نعرف ناس تروح المطار وتتعنى فقط للتسوق، مطار دبي غير هذا المفهوم، وجهة نتمنى واشتقنا نسمع النداء الأخير لطيران الإمارات وفلاي دبي، اشتقنا لنشوف الممر السعادة. بالضبط، كل التأكيد هذه الممرات، هذه الأماكن اشتقنا لها. فأول شيء أبغاك تكلمنا عن مطار دبي حاليا. والله المطار الحمد لله رد للانتعاش، والعمليات ردت شبه طبيعية، وكل يوم عن يوم الوجهات قامت تزيد، والبلدان قامت تفتح خطوطها إلى ومن وإلى دبي، فتقريبا الحركة قامت ترد شبه طبيعية، مع أخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية اللي هي خاصة بكوفيد-19 اللي هي أثرت على عالم الطيران بشكل عام. نعم صحيح. على طاري الشوق والسفر والكثير من البلدان اللي طبعا أيضا اشتقنا أن نسير لها، ويمكن أيضا كثير اشتاقوا أن يزورون دبي، إذا بنتكلم عن كم عدد الدول اللي فتحت أبوابها وكيف هي الشروط الخاصة أيضا لدخول مدينة دبي؟ طبعا نحن حاليا عندنا تقريبا 250 وجهة اللي تطيرها تسير لها خطوط الطيران، وفي اليوم تقريبا عندنا 150 رحلة. طبعا هالعدد قليل بالنسبة لما قبل كوفيد، لكن بالنسبة لمطارات الثانية عدد كبير يعني. الحمد لله نحن في مطارات دبي يعني ما عندنا اشتراطات معينة للمسافرين من دبي إلى جهات ثانية، لكن على المسافر إذا حاب إنه يسافر يتأكد من شركة الطيران ومن الوجهة اللي هو سير لها شو إجراءات السلامة عندها. كل بلد لها إجراءات ثانية، وكل بلد له نظم وقوانين خاصة بجائحة الكورونا. لكن أستاذ محمد، بالنسبة للفحص، أنا اللي عارفة أنه لازم عشان أسافر يكون عندي الفحص، فهل هذا الاشتراط موجود من مطار دبي ولا على حسب البلاد اللي أنا بسير لها؟ هذا الاشتراط على حسب البلاد اللي أنت سافرت، مو بشرط يعني أنا هذا مش شرط من مطار دبي. نحن الاشتراطات عندنا أن يكون عندك جواز صالح للسفر وتذكرة مؤكدة فقط لا غير. جميل، يعني احنا اليوم يوم نتكلم عن الجهات، اي جهه انا بروحها المفروض اني اتاكد قبلها شو الاجراءات المطلوبه في هذه الدوله. حتى انا بنوه على نقطه، فعلا انا في تطبيق استخدمته وبرنامج استخدمته شخصيا، واتوجه بالشكر لوزاره الخارجيه والتعاون الدولي، جدا جميل. دخلت برنامج المسافر، اكتب اسم الدولة، اي دولة، وحتى الخريطة موجودة، فقط اضغط على الدولة يبين لك كل الاجراءات اللي موجودة قبل ما تسافر، تكون عارف شو اجراءات هذه الدولة. وهذه خطوة جميلة. شو اسم التطبيق مروان؟ هي تدخل موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بتحصل في الموقع نفسه برنامج المسافر، تم الاعلان عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والجهات الرسمية، وهو دائما ابديتد، هذا اي تغييرات فيه على طول يكون مواكب للتغييرات. هذا بالنسبة للجهات اللي انا بروحها، انا عارف اني بعرف شو الاجراءات اللي محتاجتنا هذه الدولة أو مطلوبة في هذه الدولة وبسير. الإجراءات داخل المطار نفسه، أنا يوم بي بسافر البعض يعني يقول لك المطار طيب كيف بيكون الإجراءات اللي فيه، شو الإجراءات اللي طبقونها داخل المطار عشان أنا كمسافر أكون مطمن؟ طبعا الإجراءات اللي نحن طبقناها في المطار هي مواكبة لجميع الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. أول ما توصل طبعا تمر على الجهاز الكاشف الحراري عشان يشوفون حرارة المسافر، ومن ثم يتوجه إلى منطقة إجراءات السفر اللي هي الكاونتر. الإجراء اللي تختلف في الكاونتر أنه قمنا ب يعني حطينا حاجز زجاجي من ضمن الاشتراطات الاحترازية، بالإضافة إلى منافذ الجوازات أيضا حطينا حاجز زجاجي.
الأشياء اللي تغيرت اللي هي يمكن المسافر ما بيحس فيها، اللي هي عملية تعقيم الأجهزة هاي وعملية تعقيم الأماكن هاي كلها على مدار الساعة، وكثفنا عمليات التعقيم بالإضافة إلى اللي هي مساحات التباعد الاجتماعي في المطاعم وفي محلات التجزئة اللي في المطار. فأي شيء يطبق في الدولة نحن طبقناه في المطار من اشتراعات احترازية. برد أسألك مرة ثانية عن الفحص، مش مطلوب مني وأنا داخل المطار يكون عندي هذا الفحص؟ إذا أنت داخل دبي، إذا لا أنت راجعة إلى دبي هذا إجراء ثاني، أما إذا طالع من لا من إذا داخل أحيانا نحن أحيانا أي مقيم وأي سائح وأي مواطن يرجع لدولة الإمارات من الاشتراطات اللي عندنا أنه يكون عنده فحص كوفيد نيجاتيف لمدة صالح مدة 96 ساعة من ركوبه للطائرة. المقيم والمواطن هذا الاشتراط الوحيد، أما السائح الشيء الزيادة اللي نطلبه منه أنه ينزل تطبيق كوفيد 19 دي اكس بي اللي هو من وزارة الصحة متوفر على متاجر أبل وأندرويد. نعم. هاي عشان نعرف معلومات عن السائح. نعم. أما الإجراءات الثانية جدا بسيطة وهي نفس ما كانت قبل. نعم. عجبني. أنا ليش أسأل وايد عن الفحص؟ تصدقون إن لين حين ما سويته ولا مرة، وأبغي أسافر وهذا الشيء الوحيد اللي مخلني أتردد، أنا خايفة من الفحص. الفحص جدا بسيط. ما يخوف الناس تحس انه شيء كبير ويخوف، لكنه جدا بسيط ولسلامة المسافر وسلامة العالم كله. يعني اللي يشتغلون على التأشيرات او اللي موظفين التأشيرات في اللي يستقبلون السائحين والقادمين الى مدينة دبي يقولون لي قبل في بداية الجائحة كان ياخذ المسافر لما يوصل عشان يوصلنا تقريبا 3 ساعات، لانه كان يوقف قبل يستوي عملية الفحص وهالأمور، بعد ذلك يتوجه إلى الموظف ليتم الختم على جوازه. ولكن حاليا يقولوا لي أن مباشرة ينزل من الطيارة مع هذا الفحص يدخل على طول يستلم الجواز وياخذ اغراضه ويسير. نعم خلاص، فهذه تسهيلات نحن نشكركم عليها ايضا. اي والله مواكبه لاي تسهيلات من هيئه ازمات والكوارث. نحن ناخذ الارشادات من هيئه الازمات والكوارث في اماره دبي، وهاي بشكل مستمر يعني حسب المستجدات في العالم نحن نطبقها في مطار دبي. انا اول شيء بس بطمن ديال، شوفي انت اول اختبار بس تسوينه وعقب تحسين ان الموضوع يستوي اسهل. عادي. نعم يستوي اسهل، هو المره الاولى شوي الواحد يكون عنده تخوف نوعا ما ولا حضرنا مع ما، ولكن تعودين. بس انا قالوا لي في سر في الموضوع ان كل ما رفعت راسك للخلف تكون اهون واخف عليك يعني المسحة. كل اختبار جربي شيء عشان تعطينا النتيجة، واتوقع يمكن اذا ما خاب ظني بعض الدول مش متأكد ولكن عن طريق البرنامج مثل ما قلنا وتتأكد منه ممكن البعض يتطلب الفحص اللي هو الليزر او الدم، ممكن تكون بعض ترى مثل ما قلنا نحن كل دولة لها اشتراطات ثانية ولها اجراءات احترازية تختلف عن الدول الثانية. في دول عندها حجر، في دول ما عندها حجر، في دول عندها فحص في المطار، في دول تتطلب فحص قبل لا تسافر. فعسبتي نحن نحث المسافر انه يتأكد من هالإجراءات قبل لا يسافر. نعم. طيب أنا يمكن نقول الأمانة أنا شوف مطار دبي كان جاهز ما قبل الجائحة يمكن لمثل هذه الظروف. إحنا يوم نشوف إن البوابات الإلكترونية اللي كانت موجودة في السابق، كثير من الخدمات اللي كانت موجودة في مطار دبي أتوقع سهلت وكانت سبب أن يكون مطار دبي واحد من أوائل المطارات على مستوى العالم اللي بدأت تستقبل الزوار والسواح لدولة الإمارات. وأتوقع حتى كان في حركة أثناء الإغلاق نفسه بسبب الإجراءات اللي كانت جاهزة نوعا ما. بتكلم عن بعض المرفقات اللي كانت موجودة، هل ما زالت موجودة وبشكل حيوي مثل سوق الحرة، المطار اللي موجود في الفندق؟ البعض يعني يعتقد أنه يمكن يأخذ الإجراء وقت أطول اليوم فممكن أني أحجز في فندق المطار. هذه المرافق اللي كانت موجودة في المطار سوق الحرة وغيرها، خاصة أني بسافر قريب فأطمن عليها. شوف عندنا حاليا 47 محل تجزئة شغال في المطار. نعم. بالإضافة إلى 33 مطعم ومقهى. فقمنا بتقنين هذه المرافق اللي هي موجودة في المطار لسلامة المسافرين، لكن كخدمات متواجدة كل الخدمات متواجدة في المطار نفس ما كانت قبل، يمكن أكثر وأحسن لأن طبقنا إجراءات السلامة أكثر فيها. المسافر يعني إذا دخل المطار الشيء الوحيد اللي بيحسه غير اللي هي الإجراءات الاحترازية، هي لبس القفازات، الكمام،
مسافة التباعد الاجتماعي، هذا الشيء الفرق الوحيد، لكن كتسهيلات وكمطاعم ومحلات الحمد لله. بالعكس أنا هذا الشيء، أنا إذا دخلت المطار وشفت هذه الإجراءات أنا بكون مطمن أكثر، بالعكس هذا يعطيني الراحة والطمأنينة أكثر في المطار. هي نعم، ونحن طبعا يعني من قبل جائحة كورونا وقبل هالأشياء كلها في لجان وايد تشكلت، وفي لجنة يسمونها لجنة التنسيق الصحي برئاسة جهاز أمن دبي وجميع الشركاء الاستراتيجيين في مطارات دبي. هاي كانت على شكل يومي وأسبوعي لأخذ المستجدات من إدارة الأزمات والكوارث في دبي وتطبيقها في المطار. طبعا مثل ما تعرفون جائحة كورونا خلت الأشياء تتغير بشكل يومي وبشكل متكرر، فنحن نحاول نواكب هذه التغييرات ونواكب المستجدات. نعم. أستاذ محمد، أنت رئيس العمليات في المبنى وفي المطار في مطار دبي، حب أسألك هل كل ما تحدثت عنه موجود في كل مطارات دبي؟ يعني ما شاء الله نحن عندنا أكثر من مطار، فما هي الإجراءات وكيف صار التوجه من بعد هذه الجائحة في المطارات؟ والله الإجراءات موحدة على جميع المطارات، فحاليا نحن نطير من مبنيين، مبنى 3 ومبنى 2. مبنى 1 هو في نسمينه مثل السبات على الستانباي، فقمنا بتقسيم الرحلات، في بعض الرحلات تطير من مبنى 3 بالإضافة إلى طيران الإمارات، وفي بعض الرحلات تطير من مبنى 2 بالإضافة إلى فلاي دبي، لكن الإجراءات موحدة في جميع المباني. جميل. أخوي محمد، شوف أنت ما شاء الله أول شيء أنا ما أعرف يعني شعورك وأنت متواجد في المطار، إحنا نطوف الطيارة فوق بيتنا ونشوفها ونصورها ونقول مشتاقين، فما أدري تواجدك المطار هذا يزيد الشوق ولا يقلل الشوق ما أعرف، ولكن أنا عندي مقترح ما أعرف إذا ممكن يتم تطبيقه. نتكلم إن بعض شركات طيران العالمية يمكن قامت مثلا بفكرة إن الطيارة وتكون في أجواء البلد نفسها وتأخذ جولة. للأمانة نعرف وايد من الشباب كانوا يروحون يوميا المطار يرسون في الكوفي فقط، بس إنه يبي يرسل كوفي، يحب يشوف حركة المسافرين، يحب يشوف الطيارات غيره. هل ممكن تكون هناك رسوم ناس تدخل السوق الحرة؟ حتى السوق الحرة قلنا مطار دبي مش وجهة للسفر، مش محطة للسفر فقط، هي وجهة ترفيهية ووجهة سياحية نقدر نسميها، وكذلك هي للتسوق، وجهة جميلة للتسوق. أنا أتمنى إذا فعلا وأنا بكون من أول الزائرين مقابل رسوم معينة، إذا كان في تنسيق معين الناس تدخل سوق الحرة. والله كان في مقترح وكان في برنامج شغالين عليه قبل الكوفيد عشان هالموضوع، بس خلال مرحلة الكوفيد بيكون شوي صعب نطبق هذا الشيء، لأن نحن مسألة تباعد اجتماعي وايد مهمة عنا، والطاقة الاستيعابية وسلامة المسافر عنا من أولوياتنا. فمع إن شاء الله انحسار جائحة كورونا إن شاء الله نعم. المقترح اللي انت عطلنا اياه هذا موجود، نحن عندنا في اللستة ان شاء الله. وانا اذا ما خاب ظني اتوقع بعض الدول فعلا دياله توجهوا ان السوق الحرة يكون خارج المطار عشان يتمكنون الناس كلهم، اتوقع اذا ما خانتني الذاكرة سنغافورة واحدة منهم ان السوق الحرة يكون خارج المطار عشان يغيرون المفهوم ان يكون السوق الحرة مجرد منطقة. وعندنا نحن في مطارات دبي ترى عندنا سوق حرة برا المطار يعني موجود. هي نعم في كل المباني. جميل. هي نعم. سباقين يا إذا استوى هالشيء مروان أنت بتكون في الكوفي، أنا أكون ياسة تسوق. أوكي أكيد ما يحتاج. بالنسبة للعمل في مطار دبي بلا شك كانت خلية نحل يعني، والحركة فيها ما تتوقف، كان يعني العالم كله ينظر إلى مطار دبي وكيف الحركة فيه عشان يتعلمون النظام والترتيب وكيف أنها يعني من أفضل المطارات في العالم. للأمانة هل العمل بعد الظروف اللي مرت صار أصعب ولا أهون؟ هل خف العمل ولا زاد عليكم في المطار؟ والله شوفي نحن قبل أتكلم بأي شيء أنا أحب أوجه الشكر لجميع الشركاء الاستراتيجيين في مطارات دبي، لأن نحن نعمل كفريق ما نعمل كجهات معينة. فريق العمل اللي موجود في مطار دبي حاليا سباق، يعني قبل تطرأ أي تغييرات في العالم نشوف هذا التغيير مطبق في مطار دبي، فالحمد لله. هي طبعا الإجراءات الاحترازية زادت، الإجراءات إجراءات السفر شوي زادت، لكن الحمد لله نحن
بفضل من رب العالمين وقيادتنا الرشيدة والشركاء الاستراتيجيين قدرنا نواكب ونسيطر على الوضع الحمد لله. يا أخوي محمد لو بنقول لك الحين تدري الحين ما شاء الله الناس بدأت تسافر ما شاء الله نشوف في حركة طيبة سواء من مواطنين الخارج أو حتى ما شاء الله سياحي يقبلون على إمارة دبي بالتحديد، لو نتكلم بما أنك أنت موجود في المطار ممكن بعض الإشكاليات الموجودة بعض الأخطاء اللي يقع فيها بعض المسافرين، ف يعني الإجراءات من قبل السفر إلى العودة من السفر لو نلخصها وتقولنا أبرز الأمور اللي بعض المسافرين ممكن يقعون فيها كارثة. أهم شيء بالنسبة لنا أن المسافر يتأكد من الجهة اللي مسافرنها ومن جهة إجراءاتها هي نعم إجراءاتها ومن شركة الطيران شو هي الإجراءات المتبعة في هالبلاد وشو هي المتطلبات عشان السافر هالبلاد. والشيء الثاني التواجد في المطار 4 ساعات كحد أكثر اقصى وساعتين كحد ادنى عشان يتسنى له يخلص الاجراءات. وفي وقت العوده ضروري جدا يكون عنده فحص كوفيد 19 اللي هي المسحه البي سي ار مش الدم صالح لمده 96 ساعه من ركوبه للطياره وغير هالاشياء. ركوب الطياره ولا دخول للدوله؟ العوده ركوب الطيارة ديبارتشر من هنا ديبارتشر من هناك. جميل جميل. على فكرة أستاذ محمد كم من مرة يقولنا المخرج هذه الفقرة خلص وقتها ونحن مستمتعين في الحديث ما ودنا نوقف رمسة عن المطار وعن الطيران وعن السفر. سؤال أخير أنا بعتبره سؤال خفيف، شو أكثر وجهة حاليا يتوجهوا لها اللي مسافرين من دبي؟ والله في عدة وجهات يعني عندنا البوسنة المالديف صربيا مصر هالوجهات اللي فيها يعني الإجراءات مسهلة لا. فالإقبال عليها شديد هالأيام وكل يوم عن يوم في وجهات جديدة يعني. وهل المسافرين أكثر ولا اللي داخلين دبي أكثر؟ طبعا لا اللي وداخلين دبي أكثر نحن صحيح المسافرين من هني يعني كسياحة عدد يعني بسيط مو بسيط عدد لا بأس فيه، لكن السياحة اللي جايين على دبي جايين دبي الحمد لله عدد كبير الحمد لله. وهذا أيضا يدل على التسهيلات لأن الناس تدور وين في سهالات في السفر، وأيضا لأن وجهة دبي مش عادية مقارنة بأي مكان آخر، نجد في دبي ما لا نجده في أي مكان آخر. شكرا لك على وجودك معنا أستاذ محمد المرزوقي رئيس عمليات مطار دبي، شكرا لك على وجودك معنا وعلى كل المعلومات. يعطيك العافية مشكور.